اسم غيزان البوكيلي، انا ام لجوج ديال التلميذات في المستوى الابتدائي والمستوى الثانوي في المؤسسه الفرنسيه صوفي جيرمان، وفي نفس الوقت رئيسه جمعيه اباء واولياء تلاميذ المؤسسه. دونك اليوم احنا تجمعنا باش نبينوا الرفض ديالنا للقرارات اللي اتخذتها المؤسسه في اتجاه الاسر اللي كتمثل في الزيادات الغير قانونيه والغير مشروعه اللي زادت على الاسر ابتداء من الدخول المدرسي القادم. دونك هاد الزيادات اللي نورمالمون مقننا عندنا في واحد الاطار ديال القانون الداخلي والقانون المالي للمؤسسه، واللي كتكون زياده كل 3 سنوات. دونك اخر زياده كانت عندنا في 2022. هذه واحد شهرين تفاجئنا بان المؤسسه كتفرض على الاسر زياده جديده خارجه على الاطار الزمني ديالها، واللي غادي تكون ابتداء من 2024. دونك يلاه جوج ديال السنوات اللي دازت على اخر وحده، واللي غادي تمثل في زياده ديال 10% مقسمه على سنتين. دونك حنايا الاسر والجمعيه ديال الاباء كترفض هذه الزياده هذه، لانها بحال اللي قلت ما داخلاش في القانون ديال المدرسه، واللي ساني عليه الاباء والاولياء ديال التلاميذ في اخر قانون داخلي ديال 2022. كاينه الزياده الثانيه في المصاريف ديال التسجيل السنوي، واللي كانت تقريبا بواحد 40% على شنو كنخلصوا سنويا. هاد الزياده هادي ما عمرها ما كانت عندنا في القانون الداخلي والقانون المالي ديال المؤسسه، يعني من نهار اللي حطيت انا وليداتي وانا كنخلص نفس التسجيل السنوي. هاد العام تزادت علينا 2000 درهم لكل طفل. دونك بعد الجلسات الحواريه مع المؤسسه قبلوا انهم او لا يعني اقترحوا علينا انهم ينقصوا من ديك الزياده 2000 درهم ترجع غير 1000 درهم، ولكن كتبقى الزياده غير مشروعه لان ما عمرها ما كانت في القانون المالي والداخلي ديال المؤسسه. دونك هذا الشيء علاش تجمعنا اليوم في اطار الجمعيه ديال الاباء ابي او باش نبينوا الرفض ديالنا لهذا القرار الاحادي اللي اتخذته المؤسسه بدون الرجوع لا للقانون الداخلي لا للمشاركه مع الجمعيه ديال الاباء واولياء التلاميذ. داكشي علاش جمعنا هذا النهار. مازال عندنا زعما اليقين في ان المؤسسه ما غاديش تخلى على الاسر ديال التلاميذ، لان الاغلبيه ديال الاسر بدات مع هذه المؤسسه من النهار اللي تفتحت من 2017. دونك كنتمنوا اننا نجلسوا في جلسات حواريه جديده بطريقه زعما سلميه ونتوصلوا لواحد الحل وسيط اللي غادي ينفع واللي غيرضي زعما المؤسسه والاسر ديال هاد الوليدات. كنتمنوا الخير طبعا، الا ما كانش فغادي يكونوا قرارات جديده اللي غادي نتاخذوها حتى حنايا كجمعيه، واللي ان شاء الله توصلنا لداكشي اللي بغينا. مريم بالحياح، انا والده ديال 3 الاطفال متمدرسين في ليسي فرونسي صوفي جيرمان. حنا اليوم مجموعين كجمعيه اباء وكاولياء الامور للاحتجاج بطريقه سلميه على القرار الاحادي الجانب من طرف المؤسسه انها تضرب عرض الحائط العقده اللي كانت ما بيناتها وما بين الاباء ولا اولياء الامور. كاين واحد القانون داخلي وواحد القانون مالي منضى عليه من طرف الطرفين، كينص على ان ما كايناش زياده خلال السنتين المقبلتين. هاد السنه اثناء اعاده التسجيل اداره المؤسسه قررت بصفه احاديه انها تبدل هذا القانون المالي، انها تزيد في واجبات الاشتراك السنويه ولا اللي كنخلصوا على الاطفال، وتزيد في لي مونسواليتي يعني بطريقه احاديه بدون الرجوع لا الى جمعيه اباء واولياء التلاميذ ولا الى الوالدين. المؤسسه كتبقى واحد المكان محوري اللي وليداتنا كيدوزوا فيه بزاف الوقت. هذه ماشي عقده عمل او يعني عقده تجاريه محضه. كنتمناو ان المؤسسه تستجب للمطالب ديالنا وتجلس معنا باش نتحاوروا بطريقه سلميه ونحاولوا نلقاو حل اللي كيلبي مطالب الجميع. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.